الطلاق في الإسلام، الطلاق إذا أراد الرجل أن يطلق المرأة لابد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يعني ينتظر حتى تحيض وتطهر ثم بعد هذا يطلقها. أو يطلقها وهي حامل. والأصل أن يطلق طلقة واحدة. فإن انتهت العدة، نعم، وهي ثلاث حيض، إذا انتهت لا يستطيع أن يراجعها إلا بمهر جديد وعقد جديد. وإذا لم تنتهي العدة يصح أن يراجعها، لكن يشهد شاهدين. ويحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب.